مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلوة جدا سهلة وسريعة ب5 دقايق فقط. عنا كيك، هولي بقيوا عندي من الكيك اللي زينته سابقا، وكمان عندي دبل كريمة 300 ملي، كوب حليب، 2 ملاعق طعام نشا، 2 ملاعق طعام سكر، وكريمة. الكريمة راح أحط لكم الرابط للا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بنعمل الكيك منيح، فرفتهم بهيدا الشكل. بمد الكيك بالصينية، بضغط عليهم أكيد بهيدا الشكل. هلأ بحطهم على جنب. بنبلش بالطبقة التانية، الحليب، النشا، السكر. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتدوا. بس اشتدوا بهيدا الشكل، هلأ بحط فوقن الدبل كريم. بسم الله، كمان بحرك تحريك مستمر. بصروا بهيدي السماكي، هلا بحطهم على الكيك اللي بالصينية. بسم الله، بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد. هيدي الحلو بعد ما بردت بحرارة الغرفة رجعت حطيتها بالبراد حوالي ساعة. عندي كريمة كانت بالبراد جامدة، رح دوبها شوي. بس دوبت الكريمة بهيدا الشكل، رح حط لكم رابط الكريمة مع الفيديو. هلا بحطهم على الوجه. مدون كمان نفس المستوى بهيدا الشكل. هلأ صارت جاهزة للتقديم. لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله، طلع شوي كريمة. هيدا الشكل النهائي. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.